اهلا بكم من جديد. نعرف بان في ليبيا عندنا مناطق مختلفه تحتاج ان الواحد يتعرف عليها في الداخل وفي الخارج. دائما الرحلات الاستكشافيه اللي نشوفها فيها مؤخرا هذه هي رسالتها او هدفها ان هي تعرف شن عندها ليبيا من اثار ومن مياه ومن بحار ومن اثار ومن تراث كبير. بكل تاكيد، وشفنا خلال الايام اللي فاتت صور جميله جدا من داخل ليبيا لفريق سفاري برقة، صراحه صور كانت جدا رائعه. حنستقبله اول شيء عبد الحفيظ وهو رئيس فريق سفاري برقة، يحكي لنا شويه على هذا الموضوع. اول شيء مساء الخير عبد الحفيظ. مساء الخير اخوي علي، مساءك طيب. مساء الخيرات. مساء الخير يا سيدي، وان شاء الله يومك طيب. قبل ما نزيد ونتعمقوا اكثر وتحكي لنا على الرحله والفريق عبد الحفيظ، خلينا نشوفوا التقرير هذا اللي يحكي لنا شويه على ليبيا وما فيها. ليبيا، هذا البلد الأفريقي الكبير، يمتلك العديد من المدن السياحية والأثرية من شرقها إلى غربها إلى جنوبها، التي تمتلك كنوز أثرية لحضارات مختلفة، فيها شواطئ بكر وجبال وأودية وصحاري وآثار، فضلاً عن الطقس الملائم طوال العام. ومن أبرز الأماكن الأثرية التي لربما لم يسمع عنها الكثير بسبب فقر البلاد للترويج الإعلامي السياحي هي منطقة واو ناموس، التي يشبهها الزوار بقطعة من سطح القمر سقطت على الأرض. وتحتضن ليبيا كم من كبير من الأثار الرومانية، بالإضافة إلى امتلاكها أطول ساحل أفريقي مطل على البحر الأبيض المتوسط. ورغم توقف زيارة السواح إلى ليبيا نتيجة الوضع الأمني، بقيت الأماكن السياحية داخل البلاد غير معروفة للعالم. لهذا يحاول الكثير اليوم من الشباب إقامة الرحلات الاستكشافية والمغامرات بالزيارة والتعريف على كل منطقة أثرية أو سياحية وتوثيقها بالتصوير حتى تظهر داخل الوطن ويتعرف عليها المواطن الليبي وإلى خارج الوطن أيضا. بعد ما شفنا هذا التقرير اللي يحكي عن أبرز مناطق ليبيا وعن معالمها، حنستقبل مع بعض قائد فريق سفاري برقة عبد الحفيظ الزواري. مساء الخير. مساء النور أختي عبير، مرحبتين بك في البداية في برنامج العشية. بارك الله فيك، مشكورين على الاستضافة. شكرا لك. حنبدأ بك أو منك مع البداية أو مسمى هذا الاسم اللي هو فريق سفاري برقة، احكي لنا على شوية. بالنسبة للاسم فريق سفاري برقة، فريق عمل جماعي تحت قيادة وإشراف وتنظيم. السفاري بمعنى الترحال، الاستكشاف، التخييم، حياة الخلاء. برقة هي مكان أو المنطقة الجغرافية والرقعة اللي فيها شغل الفريق، لأن الفريق جل من المنطقة الشرقية، فمتخصصين في منطقة الجبل الأخضر ومنطقة الشرقية بشكل عام. نعم. فلما نقول فريق سفاري المنطقة الشرقية يعني طويلة شوية، فكلمة فريق سفاري أو جملة فريق سفاري برقة ألطف وأخف، وحتى بالإنجليزي لما سيرنايكا سفاري تيم. كويس. أمتى كان بداية الفريق أو أمتى تأسس الفريق وكيف جاءت الفكرة من البداية؟ تاريخ تأسيس الفريق شهر 12 2018. الفكرة مراودتني أنا شخصيا، بس كانت ناقصني الجروب بك أو من يتواجد معي في نفس الميول هذا. تجسدت في كم شخص، أصدقائي من عشاق الاستكشاف والمغامرة وحياة الخلاء، صديقي المصور بدر طيب، الميار ونيس كذلك، كانت بداية الفريق بالطريقة هذه. والحمد لله بدينا نخدمه ومن نجاح إلى نجاح، والشعار اللي خذيناه أن نمشي واحدة واحدة، ماناش مستعجلين. هي رحلة على الأقدام صحيح؟ هي رحلة على الأقدام. أغلب رحلاتنا على الأقدام. أغلب على الأقدام نحن. طيب نعم، حابة نسألك يعني هل أي شخص يقدر يشارك في هذا الفريق ولا لازم وصفات معينة يعني أو الهواة فقط؟ لا أكيد 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 المجال مفتوح للجميع، لكن كل رحلة لها خصوصية.
يعني مثلا تكون رحله فيها على اقدام ومسير ومسافات طويله ومكانات صعبه، هذه فئه معينه من المشاركين. مظبوط اكيد كويس. بينما في رحلات فيهن مثلا وسائل مواصلات، سيارات، حافلات، اقامه مريحه، يقدر يشارك فيها كبير السن، العيل الصغير، يعني العائله، يعني حتى العائلات يعني عندهن يعني مكان في رحلات الفريق. كويس. خلينا في نحكي بداية على الرحلة الأخيرة. نحن نعرف أن كان في العديد من الرحلات قبلها، لكن هذه أول مرة توثق رسميا. مزبوط. الرحلة، الفرق بينها وبين الرحلات السابقة بما أنها موثقة، بالإضافة إلى كم كانت مدة هذه الرحلة، آخر رحلة طبعا؟ هن الرحلات اللي فاتن مش ما تمش توثيقا، تم توثيقا لكن يعني بس على الصفحة فقط، صفحة الفريق وجروب الفريق. لكن الرحلة الأخيرة تم توثيقها بشكل احترافي عن طريق المصور بدر طيب، وحيكون إن شاء الله في وثائقي يعرض بإذن الله على قناة كم الموقرة 218. نعم. مدة الرحلة كانت 4 أيام. المشاركين كانوا من جميع أنحاء ليبيا، من الشرق والغرب والجنوب. عددهم 35 مشارك. مسيرة الأقدام كانت مرهقة جدا، مسافات طويلة، كانت راس الهلال وعين استوى والقلارية وتخييم كان فيها، وكان فيها تعب. أحلى مكان فين بالنسبة لك عبد الحفير؟ أحلى مكان تريحت فيه في الرحلة الأخيرة أو انسجمت فيه؟ والله الأيام كلها والمكانات كلها يعني انسجمنا فيه. الله، جو جروب الشباب كان ممتع، لكن الشباب المشاركين كلهم ما يختلفوش عليه جمال والراحه النفسيه في عين استوى. جميل، معروف اصلا المنطقه هذه. نعم. طيب عبد الحفيظ، نعرف بان يعني هدف مثل هذه الرحلات هو رساله حب ورساله سلام لكل الليبيين، خاصه ان لازم يعرفوا الليبيين في الوقت الحالي بانهم محتاجين لبعض بشكل كبير. هل مع تكرار هذه الرحلات، وهذه اعتقد ان هي الرحله 10، وصلتوا للهدف اللي تبوه؟ والله ان شاء الله. نعم. نحن بنوجه رساله ان الشعب الليبي بشكل عام والشباب الليبي يعني بغض النظر عن الوضع اللي فيه ليبيا، وان شاء الله تهدى عن قريب يا رب. أمين. رحلتنا اللي فاتت معنا مشارك من سبها في مجموعه من غات، غير في اللحظات الاخيره يعني صاروا لهم ضرب ما قدروش يشاركوا. نعم. شاركوا معنا من طرابلس، من الزاويه، مصراته، سرت، قماطه، قاعد نحكي المنطقة الغربية، أنا جبل نفوسة، مرحيبات، المنطقة الوسطى قلت لك سرت، جدابية، بنغازي، المرج، البيضة، درنا، طبرق، شحات، البيضة. الحمد لله لمينا الشباب، وفعلا أثبتوا أن الليبيين شعب واحد، وأن رسالة السلام عنوان رحلتنا هذه يعني وصلناها بشكل عملي مش كلام بس. يعني لما تقمص تحكي أن الليبيين شعب واحد، والشباب الليبي يحبوا بعضهم ويبوا يطلعوا ويبوا يزردوا ويبوا يتعرفوا على بعض، ثبتناها بشكل عملي أن تمينا في رحلة مدتها 4 أيام، وبإذن الله حتشوفوها في وثائقي يعني يختصر ما قل ودل بشكل يعني واضح جدا، افضل ما نحكي عليه لان الرحله تفوق الوصف. نعم. جميل جدا. في المناطق هذين في ناس واجد عبد الحفيظ ما تعرفش الاماكن، هل كل منطقه تعدوا لها يكون في شخص مثلا ملم بالمكان اللي مشيتوا له، خصوصا انه في مكان في ناس من خارج المنطقه، او حتى اللي ساكنين في المنطقه في مكانات واجد ما يعرفونش يعني؟ والله فريق سفاري برقة اي منطقه في الشرق الليبي ماهوش محتاج يعني ان حد يوريها له. لا، انت متوروها لبعضكم، انا هذا القصد. هذه يعني تصريح، هذه تصريح، هذه لا شوي، هذه تصريح قوية لك. لكن طبعا كما يقولوا خش الدار بهلها. صح، بالضبط، خش الوطن بهلها. يعني كل ما تجي المكان لازم تستاذن ادبيا وتبلغ سواء الجهات الامنيه، أو تأخذ موافقتك الأمنية وتجيل السكان تعطيهم علم، ومش حتلقى منهم إلا كل ترحيب ويخدموك ويشلوك على كفوف الراحة. لكن الموضحة لكن نحن كفريق سفاري برقة متخصصين في رحلات التخييم والسفاري، الحمد لله يعني الجروب اللي معي والطاقم اللي معي متخصص على مستوى عالي. زائد باقي الرحلات اللي لهن يعني طبع خاص زي العائلات، زي هواة ومحترفي تصوير،
زي الناس اللي تحب الآثار وكذا. وفي بعض الرحلات يعني خارج رزنامة الفريق، نعم، مش موجودة في الجدول، في مخططكم أو في جدولكم، مظبوط. فيجي يعني بظروفها، ممكن شركة خاصة أو ممكن مدرسة وكذا وراسلونا ويرغبوا. يعني المدرسة هي تطلب منكم تقوموا بتنظيم رحلات، صح؟ بالضبط يعني ثقة في قيادة الفريق وحسب ما شافوا وسمعوا، نعم، فيراسلونا وما نقصرش معاهم ونديروا لهم رحلة سفاري تعجبهم ويروحوا مبسوطين منها. نعم. كويس. في رحلات كيف ما قلت عبد الحفيظ للعائلات، في لهواة الصيد، لهواة التصوير، المدارس، هل هذه الرحلات بمقابل عن الشخص، كل شخص في مقابل مادي له، او الرحلات كامله في لهن مقابل، ولا بس مصاريف على الامور هذين، يعني الامور الماديه؟ الامور الماديه، شوف، في بدايه الفريق، في بدايه تكوين الفريق، الى هذه اللحظه جميع رحلاتنا اما مجانيه، يعني المشارك جاي ما دفع شيء، او دفع مبلغ رمزي كيف الزردة. طيب الرحله الاخيره هذه زردة رسمي، يعني لمينا فلوس ودرناها الرحله، درناها الرحله وما فيهاش مكسب، تمام. لكن الخطوه الجايه باذن الله ان يكون عندنا اجراءات رسميه، طبعا عندنا تنسيق مع شركه رحله سندباد مدينه بنغازي مع الاستاذ علاء الدين السحاتي، وان شاء الله حيكون فيها تصريح ويكون فيها اجراءات رسميه بحيث يكون فيها يعني مكسب مادي للناس اللي تشتغل بالزبط. والناس اللي لكن راهي الى حد الان كفريق سفاري برقة. بس برضو عبد الحفيظ، يعني انتم تحتاجوا ان في خلال الرحلات هذين تحتاجوا الى مصاريف معينه، خصوصا الناس اللي زي ما تقول ممكن تفضي انفسها تماما لهذا الشغل او للفريق، وباش تقدر تدير جدول معين اكيد لازم يكون في مقابل مادي، ولا؟ بالضبط. لكن الناس اللي نستعين بهم بالدرجه الاولى اصدقائي، بالدرجه الثانيه ناس يعني مهتمين بالمجال هذا وتعرفنا على بعضنا في الرحله الفلانيه وكذا، وما يطلبش مقابل وبالعكس عجبته الفكره. نعطيك مثل يا علي، رحله العائلات الاولى كانت في مدينه المرج، مدتها يوم واحد، كان 12 عائلة، وكل عائلة يعني أقل عائلة 4 أفراد، تمام، مجانية، شارك كان 12 عائلة بالمجان، وكانت رحلة ناجحة 100% والأمور تمام. والرحلة الأخيرة الحمد لله يعني كانت خاصة بفيلم حصري لقناة 218، حيعرض بإذن الله الفترة القادمة. خليه سر، خليه انا نقول لك حاجه، اني يعني ما زلت سر حتى علي انا، لان اللي يشتغل فيه بدر طيب وما زلت ما شفت منه شيء. تحياتنا لي اكيد المصور المبدع بدر الطيب. اخيرا استاذ عبد الحفيظ، المشاركين كانوا في هذه الرحله الاخيره 35، هل كل رحله بعد رحله يزداد العدد؟ اكيد. لكن في حاجات، مثلا في رحلات يتطلب عن عدد معين، نعم، يعني رحله صعبه كي هذه، أنا نتذكر يعني العدد اللي الناس اللي تبي تشارك يعني تجاوز 50، بس في نفس الوقت أنا ما نقدرش نقول لحد ما تشاركش، ما تجيش، مرفوضة مشاركتك. لكن كل ما يعتذر حد بالتسخير، يعني كل ما يقل العدد كل ما خير. لكن في واحدة من الرحلات كانت في الوادي اللولب في شهر 3، 4 أيام، برضو شاركوا فيها من جميع أنحاء ليبيا. جميل. كان عدد المشاركين 66 مشارك. واو، ما شاء الله، جميل جدا. كان المبلغ رمزي، المبلغ كان رمزي، كان نقول لك كان 50 دينار فقط الاشتراك. جميل ممتاز. عبد الحفيظ، اللي حاب يتواصل معاكم في الفتره الجايه كيف ممكن يتواصل معاكم؟